نعيد الاقتراع يا زكريا للمرة الثالثة والأخيرة. هذه المرة نقولها بوضوح، السهم الذي يسير مع التيار يكون صاحبه هو الفائز. نعم، هذا في مصلحتنا. لا مفر من إعلان الهزيمة، ليكفل هو مريم ونوفر نحن في النفقات. كلما جئت لزيارتك وجدتك في صلاة يا مريم. هذا من فضل الله. ما هذه الفاكهة العجيبة؟ لا أدري. نحن في موسم الشتاء والثلج يملأ أسطح المباني. نعم، سمعت صوت سقوطي قبل أن أبدأ في الصلاة. ما أسأل عنها، من أين جاءت فاكهة الصيف إلى هنا؟ لا أدري حقا يا خالتي، هو رزق وهبه الله لنا. كلي هنيئا مريئا. يا لها من فاكهة لذيذة، لم أذق في حياتي مثلها. أرجوك أن تحملي ما تبقى لنبي الله زكريا عليه السلام. سأترك لك شيئا من الطعام إذن. الحمد لله، لا أشعر بالجوع مطلقا. أنت لا تأكلين شيئا يا مريم، ومع هذا أشعر بالشبع. حدثني زوجي عن تلك الفاكهة من قبل، واليوم أراها بعيني وأذوقها أيضا. أنت مباركة يا مريم. لا تبالغي يا خالتي، إنما أنا أمة من إماء الله أرجو رحمته. ادعي لي أن يرزقني ربي من فضله. وما قيمة دعائي بعد أن دعا لك نبي من أنبياء الله وهو سيدي زكريا عليه السلام؟ أعلم، ولكني أطمع أيضا في دعائك لي. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك وألهمنا أن ندعو بما فيه الخير لنا. اللهم أكرم نبيك زكريا الذي يكفلني ويرعاني، وأكرم زوجته التي ربتني وأحسنت إلي. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. لما رأى سيدنا زكريا عليه السلام الرزق الذي يأتي لمريم في محرابها فضلا عن تقواها وخلقها العظيم، تمنى على الله أن ينجب. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليكم.